كابتن حاجة يعملها ملاعبي قبل الطرح. يلا فيسا يعملها الملاعب قبل الطرح. في التحذيرات للطرح. في التحذيرات أمور معنوية أمور سيدي فيتيشيزم تأثر. حاجة يعملها ملاعبي هكا. حاجة يقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة. لطفي. والله ثم عادات وتقاليد واحد يجيب. لا حاجة كابتن مش أنا حاجة وأنت تتعويج. لا حاجة. حاجة بركة. تو تكرهني للدرجة. لا لا هي هو القانون تاعها. حاجة بركة يلا من غير ما حرز في كلاسته ويتوكل. حرز في كلاسته. حرز بركة تقول مش في كلاسته. يا ودي دبر عليا. يا كابتن. يا كابتن. تكرهني يا كابتن. إيجا في بلاستي كابتن وكهو. ما قلت لي حاجة أنا. باهي حاجة سيدي. يلبس نفس الصباط الكورة ولا يسبخت بيه. يسبخت بالصباط. طيب معز. يسخن. شنو عشيه يجيب من الفريجيدير ويسخن يجيب معه كانون. لا انا كنت كنت نقول يحط الشيك في الكلاست. شيك اي شيك في الكلاست تبعه وقال هو جبد الكلاست دونك سكت. قانون الشيكات تبدل يسخن يجبد المرز. يقرا دعاء يكلم امه يقولها ادعي لي ما نعرفش انا هدى الله ورضيت الوالدين يقول. يقول الله ورضيت الوالدين نورز يسلم على الجماهير. يسلم على الجماهير. شوفوا الإيجابية. شوف الشباب كيف يسلم على الجماهير. يسلم على الجماهير قبل ما يدخل. هو في الفستير. لا 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 قبل ما يدخل. قبل ما يدخل يدخل ماتش يدخل بساق اليمين في التيران. وفايا يا كابتن وفايا هذه الثالثة. لا لا معك أنا كابتن. سؤال مش واضح. بلت شوف عجبته الحكاية ويحبني أنا وياك مانيش مترافين. أنت هكا هكا بيهم هكا ومش عنا منك. نقول لك اللي قلت لك في الأوف كي قلت لي هكا هكا بيهم والله نسيت. اربحت وأنا فرح بيك. أيوة سليم كي يقعد في البلاصة هذيك واللي عنده انفلات كبير. يلا انضباط هدى. كتاب قريته هدى. كتاب قريته. يلا كتاب قريته المعطف. المعطف. حتى كيقول كتاب قريته تقول تقول وقتاش لا اي كتاب قريته قبل اسمح لي معز. سمرقند امين معلوف. سمرقند امين معلوف. باهي باهي كابتن. والله اللي يطمئن قلبي ان شاء الله. ان شاء الله يطمئن قلبك وتربح يا كابتن. ان شاء الله يا كابتن. هذيك شنو قد نسكن يقولوا لي يطمئن قلب الكابتن ويربح. لطفي. صدام حسين اخر كتاب قريته. صدام حسين. باهي سليم. أنا فما كتاب قريت قصة هي رواية قريتها برشا مرات في الأدوليسون سلوى في مهب الريح للكاتب محمود تيمور. تو مازال فيها مرحلة سلوى. جيت ولا مازال؟ لا شيء. نورز كتاب قريت. أرض زيكولا. ها؟ أرض زيكولا. شكو ماكو. سايبوها سايبوها. معز معز. كلمة. برافو عليك نورز واسف. كلمة تعرفت بها شخصية تونسية. شخصية تونسية كلمة تعرفت بها. أعطيني راس المجاهد الأكبر. المجاهد الأكبر. إيش قال؟ كلمة قالها. كلمة قالها. مش مركز هذايا. مش مركز. خلينا بعد. أنا جاوبت. أنا جاوبت. أعطيني راس المرحوم محمد بغنيب. باهي. كوعو من بوعو. باش قاسر سلام. كوعو من بوعو. هدى. كلمة تعرفت بها شخصية تونسية. خالد حسني يا أخي كفان. كفان مثلا. هاي كلمة تونسية. شيء. باس باس. باس ميسج. باس. خالد حسني. كفان. والله بورقيبة عنده كلمة بيخي يقولها كي تغشك وسخط. تحاسل معناها. لا بالحق. تحاسل معناها. تحاسل معناها وعنده كلمة كي تغربز. لا سيفري شو أكاها. مغرب ناس مروحة تقول له تهبط عليهم بسخط. أكاها هو حر. نورز. كرمك الله. اي صحيح. طحيفه شيخ طحيفه. شيخ طحيفه كرمك الله. معز شيء ما لقيتش كلمة. تحاسل معناها قلت. تحاسل معناها خيطة بورقيبة. هدى ما لقيتش. تو معناتها في الفريق الخصم فما زوز عملوا باس هكا سماحه شنو شد حساباته هدى ومعز. فاروق عنده الدنيا الكل وما بعدش يقول شكون ربح. عنده الحسابات الكل فاروق لهنا. سليم اسم ابليكاسيون تستعملها. تيك توك. سامباتيك. نورز اسم ابليكاسيون تستعملها. فيسبوك. هذا نورز انت انستغرام عليك انت ما تقوليش انستغرام فيسبوك. تلف هذيك فيسبوك. كابتن ما عندي حد شيء. يوتيوب لا اوكون ابليكاسيون. اوكي جمله. انا نحب نقول لك ابليكاسيون واتساب انت تبعث لي نهار كامل في ميساجات. واتساب ليه ما تروح ندير تيك توك المراهق. في مخه فاتتك. فاتتك يا كابتن. فاتت ما تقوليش لا هما لا انا لا خسرت. فاتتك معز. تليجرام.
تليجرام يتبع في تبع بوستر مزام ومزام هو ده انستغرام انستغرام يوتيوب يوتيوب برافو عليكم به هذوما اسامي لي لي ابليكاسيون اللي تستعملوا من السؤالات نتاعي وفات اليوم خاطر كملوا السؤالات نتاع اللعبه حتى غدا نبداو في سؤالات جديده بعد نهار اثنين فاروق اي فاروق شكون ربح نورز ربحت دونك نورز تسال شكون تسال الكابتن يلا اهلين وسهلين كابتن سايب الكابتن والله البحر الكابتن كيف دعوني يقول لك برشي بول عملت كل تضرب غانس يصير يصير الحكايه مطلوب مطلوب محبوب شكون لكم حاجه محبوب شكون لكم حاجه تعرفوا البوميرانغ اي راهو يرجع راهو يرجع فازا هي تتعمل في الانستغرام ديجا كي تجي تصور يرجع صحيح لا يعرف البوميرانغ بتاع الانستغرام نورز سؤال للكابتن ديفو فيك وما صلحتوش وما ما لقيتلوش حل ما عجبوش ما سانسيريتي انا سالتو له السؤال هذا قبل راهو الكابتن ولا سانسيريتي نتاعك تونس الكل تعرفها ماذا بينا حاجه ما يعرفوهاش الناس شو شو قالت قالت حاجه معناها خايبه ما اللي يقول خالد حسني اي معروف لا سانسيريتي شوف معناها يخزول يقول انت هكا هكا بهم انت انا خاص منك لا خاف مني لا حب يتعلم يطيب ما نجمش يتعلم يطيب ولا بطل كيف حبيت تعلم الطيب اي ما نجمتش بطل انا جو ديغي مش لا سانسيريتي لا سانسيريتي خاطر بوتيتر سا فرانشيز اي اي il est franc encore plus mon honnêteté intellectuelle intellectuelle voilà هذيك مشكل فيا الحق وعملت لي والصراحه عملت لي برشا مشاكل في حياتي احنا ممكن ثقافتنا لان الثقافه في تونس ان الصريح قبيح ايوه واو باهي بربي ما عادش تسالهم السؤالات هذوما اللي باش يقول لك ما سانسيريتي اللي خش يقول لك انا قلبي كبير برشا اللي خش يقول لك انا متصالح جدا مع الناس اذا نحسوا ديفو خاطر الناس ديما تولي تدور عليا تحبني نكذب سؤالات كان تسالني انا مش نقول لك تحبني نكذب مسالتك شو ده مسالتك تعرف تعرف اللي كنت نقول فيه الكل عند شكون؟ عند هدى اللي بحذاك هي مش بي من الجمعيه تاعي كلهم ديفواتها ديفويت ولا اي متصالحه ياسر متسامحه ياسر بعد عمل ذاك شوف واحد كره وفين موضوع قلب صباح انا اللي نبدي فوق قالها هات نمروك شالينا في الباقي فاروق شمشيو تو تسويت العبر ولا لا